هذا السؤال بيسأل الشيعة الزيدية وأنهم أقرب الفرق إلى أهل السنة أو أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة، وأن الإمام الشوكاني عليه رحمة الله كان شيعيا زيديا وتأثر بهذه البيئة الزيدية العلمية، وأن هذه الطائفة موجودة بكثرة في اليمن. يمكن أن أقول كلام مجمل في هذه القضية عندما أقول بأن هذا الحديث أصح أحاديث الباب. هل يعنى بذلك أن هذا الحديث حديث صحيح؟ ليس شرطا، يعني كل الأحاديث مدهولة، ده حديث إسناده ظلمات بعضها فوق بعض، الحديث اللي بعده حديث موضوع لا أصل له، الحديث اللي بعده حديث مظلم إسناده مظلم، الحديث اللي بعده فيه فلان وكان يروي المناكير عن المشاهير ويقلب الأسانيد وما إلى ذلك، وبعدين جينا حديث وهذا الحديث. خد يا عم الشيخ رام يا شيخ محمول ده ايه شارح شارتين بيعمل الكلام ده، يبقى كده في شارحة تالت. طيب الحديث بعد كده بقى فيه رجل، وهذا الرجل كان يلقن، كان يلقن، تصيبه الغفلة فكان يلقن، فكان لا يصح حديثه إلا إذا قرأ من كتاب. الكلام ده قادح في الحديث ولا مش قادح؟ مش قادح. قادح ولا مش قادح؟ قادح. لكن لما نيجي نبص كده، إسناده ظلمات بعضها فوق بعض، إسناده مظلم، حديث موضوع، حديث الأصل له، في إسناده رجل وهذا الرجل ينسى ويلقن ولا يضبط حديثه إلا من صحيف، وهو لم يحدث من صحيف وإنما روى منين؟ من صدره. يبقى الحديث ده أصلا حديث ضعيف، ولكن لما نيجي نقارنه بكل الحديث اللي فاتت يبقى هو إيه؟ أحسن منهم، فنقول على هذا الحديث الضعيف إنه هو إيه؟ أصح ما ورد في الباب أو أحسن ما ورد في الباب. يبقى كلمة أحسن ما ورد في الباب لا يعني إثبات الصحة المطلقة لمين؟ للحديث. لما يبقى فيه هناك عريس جاي لوحده، العريس ده هو عنده المرض الرعاش وعنده الضغط والسكر والكبد والكلى، العريس الثاني عنده القلب والضغط والسكر، العريس الثالث عنده القلب والضغط، الحديث الرابع الرجل الرابع العريس الرابع عريس عنده السكر، واخد بالك ازاي، ومعاه الضغط، يبقى احسن واحد متقدم من الرابع، يبقى ده اصح العرسان وافضل العرسان واحسن العرسان. يا عم الحاج رام اعتقني شويه بقى. يبقى لما نقول ان هذا العريس اصح العرسان واحسن العرسان وافضل العرسان لا يعني ماذا؟ الصحة المطلقة. فلما نقول ان الشيعة الزيدية هم اقرب فرق الشيعة لاهل السنة مش معناه انهم عدلين، فاهمين يا اخوانا؟ مش معناه انهم حلوين وناس سكر واعتقادهم صحيح، معناه انهم مدهولين. فرقة من الرافضة بتعتقد ألوهية علي رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء هم العلوية الناصرية، وهذه فرقة من غلاة الرافضة من غلاة الشيعة. فرقة ثانية بتعتقد ألوهية إسماعيل من ولد علي، وهذه فرقة تسمى بالإسماعيلية. الناصرية العلوية موجودة في سوريا اللي منها بشار لو وفقه الله،
ومن هذه الفئة المجرمة التي تحكم سوريا الآن دي طائفة نصيرية علوية، وهناك من الشيعة من أدخل فيهم الدروز، والدروز دي يعني أمر عجيب جدا، صلاتهم غير المسلمين وعبادتهم غير المسلمين، وعندهم قرآن غير قرآن المسلمين، بعض الناس يدخلوهم في الشيعة. ومن الشيعة الرافضة الذين يكفرون أبا بكر وعمر والصحابة ويعتقدون كفر كثير من الصحابة، وهؤلاء يسمون بالموسوية أو الجعفرية الإمامية إثنى عشرية. مكانهم فين دول؟ مكانهم في إيران ولبنان والعراق. والإسماعيلية مكانهم فين؟ في أفغانستان. الإسماعيلية مكانها في أفغانستان، وهناك علاقة بين الإسماعيلية ورافضة إيران، الاثنين بيبصوا لبعض والاثنين حلف مع بعض، لأن المحبس واحد، المحبس واحد على رأي أحد إخوان، المحبس واحد، واخد بالك إزاي؟ طيب نأتي بعد ذلك إلى فئة أخرى اللي هي الزيدية. الزيدية بيقولهم بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ولكنهم يعتقدون أن عليا رضي الله تعالى عنه أفضل من غيره بالإمامة، لا سيما عثمان، لكنهم لا يسبون الصحابة، لا يسبون الصحابة، ولكنهم يعتقدون في الأضرحة وفي الأولياء، ويعتقدون أن لأئمتهم سلطان كوني. إذن الناس دول على بدع وعلى ضلال، الشيعة الزيدية على بدع وعلى ضلال، فهم يشبهون إلى حد كبير الصوفية القبورية في بلادنا، الصوفية القبورية في بلادنا، هم يشبهون الصوفية القبورية في بلادنا. دي أحسن فرقة من فرق الشيعة، يبقى معنى ذلك إن هم دول أقرب الشيعة إلى أهل السنة. عندما أقولهم أقرب الناس إلى أهل السنة مش معناها أننا نمدحهم، ولكن معناها أننا نثبت أنهم على ضلال. الجديد في الشيعة الزيدية أنهم في الفترة المتأخرة تأثروا برافضة إيران، تأثروا برافضة إيران، لأن إيران لها مشروع خطير لنشر المذهب الشيعي الرافضي في العالم الإسلامي، ومخططهم إحاطة السعودية بالمذهب الشيعي من الشرق ومن الجنوب ومن الشمال، يعني المخطط الإيراني الخبيث الضغط على المملكة السعودية، ده المخطط. ولذلك في ظني أن المخطط الرافضي بالتنسيق مع الأطماع الأمريكية في المملكة السعودية لو تم لهم ما يريدون خلال 5 سنوات سيتم تفكيك السعودية، خلال 5 سنوات سيتم تفكيك السعودية، إلا إذا تم قمع الرافضة بدون رحمة ولا هوادة. أقول هذا الكلام وأطيره، إلا إذا تم قمع الرافضة بلا رحمة ولا هوادة، لأنهم ملة جديدة بعيدة عن دين الله عز وجل. الرافضة بينهم وبين الأمريكان واليهود تنسيق على أعلى المستويات، إذا تم المخطط الرافضي الصليبي اليهودي سيتم إسقاط النظام في السعودية، وسيتم تفكيك السعودية لتوصيل الرافضة من الشرق في الجنوب والشمال، هذا هو مخطط. ومن هنا هم يعملون بجد ونشاط لنشر مذهبهم في بلاد اليمن، وينتهزون فرصة يعني القبائل الموجودة في اليمن، والتنازع بين القبائل، والضعف الموجود بين الإدارة اليمنية وبين القبائل، يستغلون هذا جميعا من أجل نشر مذهبهم الخبيث. وظني أن الحوثيين الموجودين في اليمن مذهبهم الذي يستبطنونه هو المذهب الرافضي الخبيث. ولذلك وجدنا أن شيعة اليمن يرفعون صور مين؟ حسن نصر بتاع لبنان،
يرفعون صور حسن نصر. طلع الشريحة الثالثة بقى، طلع الشريحة الثالثة بقى. ماشي يا اخوانا، ناتي إلى مسألة الإمام الشوكاني، الإمام محمد ابن علي الشوكاني عليه رحمة الله. الإمام الشوكاني من قارئ له أدب الطلب، ده كتاب يعتبر ترجمة الإمام الشوكاني لحالة اليمن العلمية، يعني هو ترجم لنفسه من خلال إظهار الحالة العلمية لليمن. في هذا الكتاب بيّن الركاكة العلمية التي وصلت إليها حالة اليمن، التقليد والمذهبية والتعصب المقيت، والثلاثة دول ثلاث طواغيت، اللي هو التعصب والتقليد والمذهبية، دي ثلاث طواغيت علمية لا يمكن لأي نهضة أن تقوم في وجودها. وذلك من أصول المنهج السلفي محاربة المذهبية والتعصب والتقليد. لابد أن هناك حرية في الرأي، وهناك حوار، وهناك اتباع للدليل، وعدم تعصب، ودي مسألة مهمة جدا. الحدث أن الإمام الشوكاني كان في بدايته زيديا، ولكن زيديا لا قبوريا، يعني أخذ المذهب الزيدي كمذهب علمي، كمذهب علمي. شأنه في ذلك المذهب الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو الشافعي. ثم لما كبر واطلع على كتب أهل العلم، شرح الله صدره لمذهب أهل الحديث، فتسنن وتعقب كتب الشيعة الزيدية، لا سيما في الفقه والحديث والاعتقاد. وفي الفقه ألف كتابه الهائل السيل الجرار على حدائق الأزهار في الرد على الشيعة الزيدية، وبين فسادهم في كثير من المسائل. اللي حصل ان هم انقلبوا عليه وشنعوا عليه وحاولوا قتله اكثر من مره، ونجاه الله عز وجل. حتى ان مجلس الامام الشوكاني في اليمن كان لا يحضر الا انفار يعدون على اصابع اليد الواحده. يعني شوف الامام الشوكاني مع جلالته، شوفوا انتوا كم واحد. الإمام الشوكاني صاحب فتح القدير ونيل الأوطار، كتب كثيرة جدا. هذا الإمام ما كانش بيحضر مجلسه إلا إيه؟ 5 6 7. سبحان الله. وذلك إخواني، مسألة الكثرة أو القلة ليست معيارا على صحة أحد أو شهرة أحد، نسأل الله تعالى العافية. فالإمام الشوكاني لم يكن زيديا في منتهاه، وإنما تفقه على الزيدية في مبتداه، والناس إنما يقيمون بأواخرهم لا بأوائلهم. ماشي حبيبي، توكلنا الله. لكن ما لا شك أن الإمام الشوكاني ربما كان متأثرا ببعض الأشياء في البيئة الزيدية، ربما فعل ذلك خوفا من مخالفيه، لا سيما مسألة التسليم على علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة وآل البيت. تجد أن كل الأحاديث والآثار التي ذكرها الشوكاني في نيل الأوطار وكذلك الصنعاني في سبل السلام، تجد أنها جميعا قال علي عليه السلام، فاطمة عليها السلام. ربما فعل ذلك خشية من الناس حتى لا يقتلوه، لأنه ما قالش الكلام ده ممكن يتهموه بالكفر ويقتلوه. ربما ذلك، وربما كان ذلك تأثيرا هامشيا لما تربى عليه، ربما.